السلام عليكم. أرجنتينا ما أنتي توحن كهلي دونا ودنك أرجنتينا مركز مقشة مقع أرجنتينا وحادوغا تيناد مقشي مقع دولة سيديداد أقول الكوين عالمك أهنة لبعض لنك بدك قارد اللاتين أمريكا كلي برازيل أيا كدولوين أرجنتينا ودلك أقوين يكوهد له لوقتها إسبانشك لبي لباتن كوباليكا كوبنتا أرجنتينا بوينيس آيريس ومقالد أقوين دلكاس وان عاصمة أرجنتينا مقع بوينيس آيريس وحكا إماذي كلمة عادية أو أفك إسبانيقة وحانا لقوضا معناهان هو معان أما هو سافية أرجنتينا وحكمتي ودمد دقاله دا ستا في عن أكراي خبرات دقاله وحيليهين أرجنتينا مستقبل لقاله آد واناكسان أيه لاذهاي مارك لفيري قيمة سوقي ذا عالميا إيو وليب مالقشك أجانبتا إيه شركة ذا هواوين عالميقة إيو وليب مارك لفيري وحصوصار كذا قار أهان تكنولوجيا دا أي دبد أسوق قيسو مقع أرجنتين وحكا إماذي كلمة اللغة اللاتينية إيه أرجنتيوم تاسو لغوض في الضوء أما صلفر إنكستو أرجنتينا لهين معدنك في الضوء لكن وحال الشيغين قميسياشي إسبانيش كمركي قالين نولكاز أي فافيين أما إيه مقلين ورا إن بورا في الضوء فالدا إلا ذهي أرجنتينا مركي أقول رسالة ذيك سد مقع أرجنتينا دلهان وحي أهيد كون لحبقلي لبضي هدي أدلكو لن تقف إسبانيشة أما أرجنتينيسة هكسوغين إن او مقع دالكاس اوغو دواقو أرجنتينا أرخنتينا واسيدي اوغو دواقان أرجنتينيسكو دالكو ذا أرخنتينا سيدا أنخل دي ماريا أنخل أرخنتينا كسو دوادا قيبت معلومة ديك ديكو كسهبسان أرجنتينا أرجنتينا وحيد عذا كونفورت أمريكا لانكا قلبيتك ايا كونفورت وحادرسك لا دولة تشيلي وقويق وحكاكا دقن بوليفيا ايو باراغواي وقوي بري وحادرسك لا برازيل ايو أوروغواي بدك جودي أرجنتينا و 11 مليون تضبط بقل 60 كيلومتر سكويرة لو قد اللغة اللغة إسبانيش كا سجاشني تضبط بقل كيبا دتك أرجنتينا و عدان بدن كودن أصل كودو حكس جدا قارد يوروب دتك أصل كاي ماش اللغو إما ذي أم هندي ذا حل جان بقل كيبا هل لبيع شن كلية أي جاريان تردد دتك أرجنتينا و كوي أفرت مليون نظام كتلك كجرو و جمهوري فدرالية حل جان وحمد حوينك كأهني اللغو مقعابو موريشيوس ماكري كون سيديد بقولي لحي توبانكي أي أرجنتين كحرودي قميسيقي إسبين أرجنتين وحيشي قطة لهانشيها قارد كونفوريدي برف كفرديو قارد أنتراكتيكا أرجنتين والدولدي أغوري وحكا أساسي قرمدي ميدوبي هي أدى قناعسيق أدونك أي وليب ميدوغ ودمدى كونفورت أمريكا لعكت لغا استعمال أرجنتين و بيسو أرجنتينيان بيسو مقالوينك أغوين عاصمة بوينيس آيريس يا مقالة روزاريو سياسة الدبدي أرجنتينا سياسة الدبدي أرجنتينا وحيكون لسنتي مبدأ إن إن فرق لدين دولة هكالي إن إن كقيب قاضنين لو لمضى سياسة دادي عالمك سيدا خرير دكا موقات أرجنتين حرير دبلوماسي داد أي للاذهي إنت بدن ودمد عالمك مركا لقربو دولة هقار الرمجر أوغيد قيب تبروغا معيركا ويك ودولة أي جوغان إرقد دبلوماسي داد أرجنتينيسا سيدا كون موقاتو صوماليا سودان يمن عراق سوريا أردن يا دولة كالي ما جوغان إرقى دبلوماسي ديضو أرجنتينيسا تاريخ ذا أرجنتينا أو كوبان مركي أقوه الرئيسي بني آدم كلوك تاليو سيدا لغوها للرهادات لغتكي وحيا هيد وقت هادا لغا جوغو صدحي طبان كون أوصانو رهادات كاسي تاريخ ذا كون أولانشيها أرجنتينا وحيو النقنيسا دادكي أصال كاي هندي ذا كون أفر بقولي سيديتن كي أرجنتينا وحكي استاغي إمبراطورية دي إنكا إيوهو قامنايي بشكيوتك كاسو عكت مريي قبائل كي أصال كا قارهان كوي دقي جري وقوي أرجنتينا تاريخ ذو مركي اهد كون شن بقولي لحي طمانكي ايو قاري قفكي ايقوه رئيه يوروبيان كي اسبين يي برتقيسكا اي بارتانة جقورة في ذات كودي كونفورت امريكا وحونا اها خوان دياس دي سوليس كون شن بقولي صدني لحدي ايال لأساسي مقالة بوينيس آيريس اي عاصمة دا أرجنتينا انتي او دحيسي كون سقال بقولي لحدنكي الى بلوغو سيدي تماتكي أرجنتينا وحيقشي قد مقدية كدب افغانبيا ميلاتريا وكدعي مرار اسكوحك حكتو ايو عيدن كو تلاد لوريقي وحانا اوغوحما كي يكون ساقال بقالي تدباتين لحدي ايو هو قاميناي جنرال خورغي فيديلا كاسو دلك قليي حالد ايادو حن انتي او دحيسي يكون ساقال بقال تدباتين لحدي الى كون ساقال بقال سيديتين سدحدي ارخنتينا وحاكاسو عدي لولان هوساد لغو مقعابو دقال كي حما جنرال كو حكم كقبصدي ايا سبها اللماه اولاد اقميدتك دل حر أفقبشة أيو كسور رغي دالك أرجنتينا داد لغو قياسي صدن كن أيا كبحي قعانتا جنرالك
لكن ugu dambeyn xukunkii military-ga uu dhacay 1983-dii kadambeeyay Argentina waxay gashay casri cusub. Labada 2003-dii ayuu General Jorge Videla ku geeriyooday xabsigiisa asagoo da' ahaan jiro 87 sano. 1982-dii dagaal lagu magacaabo dagaalkii jasiiradaha Falkland ayaa ka dhex xulcay Ingiriiska iyo Argentina. In April 1982, an invasion by Argentina provoked one of the most ambitious military undertakings in British history. Jazirada Falkland waa jazirada u dhow Argentina juqraafi ahaan, laakiin Ingiriiska raacsan. 2 Abriil 1982 ayuu ciidanka Argentina duulankiisa ku qaaday jazirada. Muddo yar kadibna gacanta ayuu ku dhigay, laakiin Ingiriiska arkaas kama aamusin. oo diyaarada dagaal maraakiib ayuu u soo diray waxaana qarxay dagaal aad u xun. Ugu dambeyn Ingiriiska ayaa ku guuleystay dagaalkaas xilligaas Argentina waxay ku jirtay gacantii militariga taasoo keentay shacbiyad xumo aad u weyn oo soo wajahda militariga sababna u noqotay markii dambe in uu dhaco xukunkii militariga. Haddii laga hadlayo Argentina waxaa muhiim ah in laga hadlo waxay Argentina caanka ku tahay waa kubadda cagta. Kubadda cagta waa ciyaarta ugu horreysa ee laga xiiseeyo dalka Argentin. Xiriirka kubadda cagta Argentina waxaa la aasaasay 1893-dii wuxuuna ku biiray FIFA 1912-kii. Inta badan koobabka adduunka way ka qayb gashay Argentina. 1901-dii ayay ahayd markii ugu horreysay xulka Argentina ciyaaro ciyaar rasmi ah. 6-2 ayuu uga badiyay xulka Uruguay. Natiijadii ugu cusleed ee xulka Argentina xaqiijiyay waxay ahayd 1942-dii kadib markii uu 2-0 uga badiyay kan Ecuador. Laakiin 1953-dii ayaa Czechoslovakia Argentina ku dhufatay 6-2. Laba mar ayay Argentina ku guuleysatay koobka adduunka oo kale ah 1978-dii. Ciyaaryahan caan ah oo heer caalami ah ayaa taariikhda Argentina soo maray, laakiin waxa ugu caansan Diego Maradona iyo Lionel Messi. Dhanka diinta, inta badan shacabka Argentina waa Nasaare Catholic ah ama Roman Catholic. Waxaan soo sheegnay in dadka Argentina 97% ay yihiin caddaan asalkooda ka soo jeeda Yurub, gaar ahaan Talyaaniga, Spain, Jarmalka, Ireland. Malaayiinta Suurbiyaanka oo ah Roman Catholic ayaa ku faafiyay diinta Kristanka Argentina. Muslimiin ilaa nus milyoon gaaraya ayaa ku nool Argentina. Waxaa sidoo kale ku nool Yuhuud aanan badnayn. Dhaqaalaha Argentina wuxuu ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha, wax soo saarka warshadaha. Argentina waa dal caan ku ah xoolaha iyo beeraha. Helitaanka jinsiyadda ama baasaboorka Argentina aad uma dhib badno. Waxaana ugu sahlan 2 qaab oo lagu heli karo jinsiyadda Argentina. In aad 2 sano keliya ku noolaato dalkaas si sharciyeysan, waa inaad ku soo gashay si sharciyeysan, haddii ay noqoto fiisa dalxiis ama ardaynimo. In aad guursato qof leh baasaboor Argentinaysa. Yar Masri ayaa ii xaqiijiyay in nin Masri ah uu guursaday gabar Argentinaysa isagoo jooga Masar, xilligan uu ku nool yahay Argentina. Dhanka waxbarashada Argentina waa lacag la'aan, gaar ahaan markii laga hadlayo jaamacadaha xukuumiga. Xitaa kuwa lacagta ee gaarka waxaa la sheegay inay ogol yihiin inaad lacagta iskaga bixiso si tartiib tartiib ah. Waa sida uu xaqiijiyay Dr. Abubakar Idris oo ah doktor u dhashay waddanka Chad, haddana ku nool Canada oo ka hadla mar walba waxbarashada waddamada caalamka. Haddii aad arday ahaan u tagto 6 bilood keliya markaad joogto Argentin, ayaa waxaad dalban kartaa ID Argentinaysa ama kaarka sharciga kaasoo kaa saacidaayo in aad hesho marka dambe baasaboor Argentinaysa. Baasaboorka Argentin 129 dowladood ayaa lagu tagi karaa fiisa la'aan, waxaana ka mid ah dhammaan waddamada midowga Yurub. Waxaan rajaynayaa inaad videogan ka heshay macluumaad ku saabsan waddanka Argentin oo aadan horey u aqoonin. Insha Allah barnaamijyada noocan oo ku saabsan waddamada caalamka waan sii horumarin doonaa. Tafaasiisha ama macluumaadka ku saabsanna waxay ahaan doonaan kuwo aad u faahfaahsan oo fara badan. Waxaan kaloo isku dayi doonaa inaan hadda kadib diiradda si fiican u saarno dhinaca waxbarashada, ku noolaashaha, iyo qaabka lagu tagi karo, maadaama dadkeennu ay aad u jecel yihiin inay hijroodaan.
هدي أي نقطة لنا عرضة وحبرشة وآذيسة يهدي أي نقطة تدك كفكرة إني نلشهد الأقالة وناجيان. والسلام عليكم ورحمة الله. فضلا هداد كهشي موقال كان لايك يا سبسكرايب سار كنالك اوغانشو كدiga صاحبكاغا او غدبي صاحب بدادا سي ان كوغو سو غدبنا موقال كلا جدسن او حساب بدن.